أنا أحب الماء، ولذا فإنني أحب السباحة والغطس والاستحمام، ولكن ليس كحبي للجري مثل ما تعلمون. كما أن الاستحمام ينعش الجسد، فأنا أيضاً لا أستطيع أن أجري بانتعاش إلا حين أشرب الماء. فإذا نقص الماء من جسمي فإنني أصبح أبطأ وأضعف، بل لا يمكنني التفكير بوضوح حتى. هذا لأن الماء مهم لأجسامنا، ومن الخطير ألا نشرب الماء الكافي. هل تعلمون أن أكثر من 3/4 جسمكم ومخكم مكون من الماء؟ هذا كاف لتدمع أعينكم من أهمية الأمر. هل تعلمون أيضاً أن الكبار يمكنهم البقاء دون طعام حتى شهر كامل، ولكن لا يمكنهم العيش أكثر من 3 أيام دون ماء؟ إن أجسامنا ليست مصممة للتخزين، لذا علينا شرب الماء باستمرار. وإذا كان الجو حاراً، يكون علينا حينئذ شرب المزيد من الماء. تفقد أجسامنا الماء على مدار اليوم، فنحن نفقد الماء في عملية التنفس والتعرق والذهاب والمجيء. أنتم تعلمون ذلك. وإذا جريتم كثيراً كما أفعل، ستفقدون المزيد من الماء، وأنا أكره أن أفقد الأشياء. يتسبب كل هذا الجري في العطش، ولكن بحلول الوقت الذي نشعر فيه بالعطش، فإن أجسامنا تكون جفت بالفعل، لذا يكون علينا تزويدها بالماء طوال الوقت، ولكن ليس بتلك المشروبات الغازية السكرية، فهي لن تجعلنا أصحاء. ولهذا فأنا أحب الماء، فهي وسيلة رائعة للترطيب. أحب الماء، مهمة أطفال اللائقون بدنياً. ميشن كيدز فيت فور لايف.